ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية. الاجتماع تابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي. رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع استمرار العمل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات المحددة، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي على قدم وساق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المخالفين من محتكري السلع ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة. وفي هذا الإطار شن الجهاز حملة مكبرة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، أسفرت عن ضبط 11 طنا ونصف الطن سكر تم حجبهم عن التداول. وفي نطاق محافظة الغربية تم ضبط أحد متعهدي الشركة الشرقية للتصرف في الحصة الواردة إليه في السوق السوداء بإجمالي 810,500 علبة سجائر متنوعة تم التصرف فيهم. وفي نطاق محافظة سوهاج تم ضبط مصنع غير مرخص يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغ المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية مقلدة. في أسواق المال انتهت البورصة المصرية وأنهت تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5,200,000,000 جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 24,691 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 5,462 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 7,854 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع استيعاب الأسواق. استأنف عدد من شركات الشحن لرحلات سفنها عبر البحر الأحمر ورغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27% ليصل إلى 78 دولارا و64 سنتا للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.21% ليصل إلى 73 دولارا و21 سنتا للبرميل. هذا وقفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل إلى $2.06 للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.54% لتسجل $2.52 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية لاكسي ميلر أنه يتوقع أن ينمو الطلب على الغاز في العالم بنسبة 43% في السنوات ال25 المقبلة، مؤكدا أن شركة غاز بروم مستعدة لذلك. وأوضح ميلر أن شركة غاز بروم تعمل على تطوير التعاون مع الدول المهتمة بإمدادات الطاقة الموثوقة، مشيرا إلى أن الطلب على الغاز في أوروبا على عكس من ذلك يتم تدميره بشكل مصطنع لأول مرة في تاريخ الطاقة العالمية. وفي وقت سابق توقع وزير الطاقة الروسي زيادة الطلب العالمي على الغاز بمقدار 600 مليار متر مكعب حتى عام 2040.
أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 6,900,000 برميل في الأسبوع الماضي إلى 436,600,000 برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 2,700,000 برميل. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام زاد 58,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي، هذا وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي. تراجعت الأسهم الأوروبية تأثراً بانخفاض أسهم البنوك وشركات النفط الكبرى، لكن الأسواق بدت مستعدة لنهاية قوية للعام بفضل توقعات بأن خفض البنوك المركزية تكاليف الإقراض العام المقبل. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وتراجع قطاع الطاقة 0.6% متأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام، في حين خسرت أسهم البنوك 0.5%.